نرجع تاني للأستاذ سالي، وشفنا مشاهد كتير ولقطات كتير احنا كلنا الحقيقة وقفنا عندها، ويمكن في بداية الحلقة احنا عرضنا مشهد كمان لكبار السن. خلينا نتكلم عن المشهد اللي انت فعلا وقفتي عنده، وكل يوم يعني اكيد كل يوم كان بيبقى فيه حاجة بتستوقفك. خلال ال3 ايام ايه المشاهد اللي انت توقفتي عندها؟ هو المشهد الأبرز والأكبر في خلال ال3 ايام الماضية في الانتخابات هو تعاون الجيش والشرطه بطريقه مذهله جدا، خاصه مع كبار السن. ده حقيقي، يعني شفنا كذا لقطه الجيش متعاون جدا في حمل السيدات مثلا المسنات او توصيلهم للجان الانتخابيه، دور كمان القضاه في سر العمليه الانتخابيه، يعني مشاهد كتيره جدا جدا، بس كان بيتفضل المشهد اكتر المسنات اللي هم مصرين. عرضنا هنا فيديو لمسن عندها 106 سنه، الداخليه بعتت لها عربيه اسعاف الحقيقه، وكانت حاجه بجد محترمه جدا، وكانت حاجه مشرفه ان سيده، يعني ممكن واحده غيرها تقول لك خلاص بقى انا يعني خلاص انا كبرت، لكن هي مصممه انها تنزل وكمان تدي بصوتها، يعني مع ايا كان، مع ايا كان مين المرشحين. يمكن ده يا جماعه احنا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل، ان نسبه المشاركه كانت الحقيقه محترمه جدا وعاليه جدا. كنا بنقول انزلوا وشاركوا وادوا بصوتكم، حتى لو انتم مش عايزين انزلوا برضو قولوا ان انتم مش عايزين. فنسبه المشاركه سواء من الشباب، من السيدات، من الرجال، كانت حاجه حلوه جدا. من الاطفال، يعني الاطفال كانوا نازلين، هم اي نعم لهمش اي صوت ده المشهد الثاني بقى اللي هو المراه حرصت كتير جدا انها تصطحب الاطفال عشان حتى تفهمهم يعني انت عمليه انتخابيه ووعي، وانت ازاي تنتخب ويعني ايه تنتخب. فده برضو كان مشهد لفت النظر.